نشوف مع بعض تجربة عن حركة الظل، ونشوف الظل في أوقات اليوم المختلفة بيبقى عامل إزاي. طبعا فكرة الظل وحركة الظل هي فكرة الساعة الشمسية. في البداية مثلا هنقول إن الشمس هي كأنها الكشاف ده، فالشمس لما بتشرق بيبقى الظل طويل. هنا الشمس في موضع منخفض، الشمس في موضع ايه؟ موضع منخفض. لما بتبتدي بقى تتحرك الشمس حركة ظاهرية طبعا، بيبتدي الظل يقصر شوية بشوية لحد ما في نص اليوم، يعني في منتصف النهار وقت الظهيرة، بيبقى الظل قصير. بتكمل الشمس حركتها الظاهرية وتبتدي الظل يطول يطول أكتر.